نحن الأطفال براءتنا هي أحلى ما في هذا الكون، وطفولتنا هي أغلى ما أهداه الله إلى الأبوين. نحن الأطفال براءتنا هي أحلى ما في هذا الكون. نحن الأطفال براءتنا هي أحلى ما في هذا الكون، وطفولتنا هي أغلى ما أهداه الله إلى الأبوين. نحن الأطفال براءتنا هي أحلى ما في هذا الكون. لا 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 لا. في كل مكان ننزله تغمره أمواج المرح، في كل فؤاد أيدينا قد رسمت ألوان الفرح. في كل مكان ننزله تغمره أمواج المرح، في كل فؤاد أيدينا قد رسمت ألوان الفرح. كحمام أبيض تلقون كفراشات وعصافير، أعطينا العالم بهجته أحلى من أنسى معابير. نحن الأطفال نحييكم ونقول سلاما وأمانا. نحن الأطفال نحييكم ونقول سلاما وأمانا. من حق الأطفال عليكم أن يلقوا حبا وحنانا. من حق الأطفال عليكم أن يلقوا حبا وحنانا. من حق الأطفال حياة تبدو رائعة كالأحلام، لا حزن يداهمهم فيها، لا هم يكون ولا آلام. نحن الأطفال براءتنا هي أحلى ما في هذا الكون، وطفولتنا هي أغلى ما أهداه الله إلى الأبوين. نحن الأطفال براءتنا هي أحلى ما في هذا الكون. لا 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 لا. ولنا أن نزرع آمالا في الحاضر أو للمستقبل، ولنا أن نحلم أن نسعى كي نجعل عالمنا أجمل. ولنا أن نزرع آمالا في الحاضر أو للمستقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل جمهور أكاديمية الدارين من جوه مصر وبره مصر، تحياتي لكل أعضاء الدعم الفني اللي بصراحة معانا من أول برنامج لغاية النهاردة، ويا رب جزيكم خير. بإذن الله هنكمل حلقات برنامج بابا وماما بلاش تعملوا معايا كده، اللي هو في تواصل لتكملة حلقات لغاية الآخر بإذن الله. النهاردة عنوان حلقتنا هو أهل ابنك لسن المراهقة. الموضوع بتاعنا دوت هنتكلم فيه بوينتس ممكن نعالج فيها الخطوات او التواصل الفعال مع ابني اللي هو المراهق سواء ولد او بنت. يمكن احنا عملنا المحاضره دي قبل كده مع اكاديميه التدريب فتره تقريبا من شهرين او ثلاثه تقريبا، وكانت محاضره كبيره يعني، كانت على مدار يومين وكانت تقريبا على مدار 7 ساعات حاجه زي كده. فكلمنا باستضافه قوي في موضوع المراهقه بصفه عامه، وازاي ممكن انا اتواصل مع ابني وبنتي واغلب المشاكل اللي انا بواجهها مع اولادي في الفتره دي او في السن ده. الموضوع ده بصراحه يمكن ده بيجي لي فيه اسئله كتير جدا في الاستشارات، بالذات كمان لما بعمل استشارات في الاكاديميات وكده، ان اغلب اولياء الامور بالذات بيعانوا مشكله مع اولادهم في التواصل معاهم، ازاي مش عارفين يفهموهم، ما بيسمعوش كلام، عنيدين، مثلا بيتصرفوا تصرفات مش المفروض يتصرفوها، عشان احنا انا كأب وام بسلوكنا مش كده. فأغلب المشاكل كلها بتدور حول المراهقه ومشاكلها وازاي هم الاولياء الامور بصفه عامه مش عارفين يتصرفوا في الموضوع ده. الموضوع ده باختصار مش عاوز زي ما نقول بالمصري كده كلاكيع او عاوز عقد كتير، هو عاوز ببساطه ازاي افهم التعامل معاهم وازاي ممكن انزل من سني او مستواي الفكري اللي سنهم هم عشان اعرف اخد ودي معاهم وابقى صريح معاهم في كل الخطوات اللي انا بعملها، عشان انت تعرف بعد كده تاخد منه كل حاجه، ما يعملش حاجه غلط الا باستشارتك، ما يعملش حاجه مثلا الا ما يسالك الاول يعملها ولا لا، ما يعملش حاجه الا عارف ان ده حلال وحرام بسبب توجيهك المستمر ليه باسلوب شيق ليه بكل الاسلوب اللي هو حبه منه فمنك فيه، فانت ذات نفسه بيعرف ياخد خطوات كويسه عشان انت علمته على حاجات كويسه جدا في طريقه الحوار.
المشكله طبعا انا شايفينها ان ابني غلط، فعشان سنه صغير فلازم يتعاقب ويتعامل باسلوب مش كويس ويتشتم ممكن اوقات وممكن ينضرب. طبعا طبعا ده بيرجع من اختلاف من اب لاب وام لام. موضوع الضرب وموضوع الشتيمه بالذات بالسن دوت يعني بيأثر عليهم نفسيا كتير جدا، ويمكن هما في السن ده بيدركوا حاجات كتير جدا، فبياخدوا الموضوع عيال اكبر. يعني يمكن طفل صغير مش فاهم حاجه، ممكن يعاند شويه، بس الطفل السن الكبير اللي هو المراهق بصفة عامة بياخد الموضوع إن لازم يتحداك، إن هو عاوز يفك بقى من موضوع القيد اللي حواليه دوت، فبيبقى عاوز حرية أكتر واستقلال أكتر، فبيبقى بيعمل إن هو ممكن لا يستجيب لكل اللي أنت بتعمله معاه، فعن طريق الضرب وعن طريق كذا الشتيمة أو عن طريق التهجم عليه بكلام مثلا مش عاوزه، فبيبدأ الموضوع إن هو بيعمل حاجات تانية أكتر، بيعاند أكتر. فأنا بقول المشكلات دي كلها بصفة عامة اللي بيواجهها الآباء والأمهات بسبب عدم التواصل وعدم الحوار بين الأولاد. يعني يمكن لغاية النهاردة يمكن أم تتكسف تبوس ابنها الكبير، يمكن لغاية النهاردة أب يتكسف إنه يكلم بنته في حاجات مواضيع قريبة منها بحيث إنه يتواصل معاها. خلينا نقول إن المشاكل دي كلها ممكن تتحل، سواء أنا ابني مراهق أو بنتي مراهقة، ممكن كمان تتحل من قبل هيوصل السن ده او المرحله ده. ده اللي احنا بنتكلم فيه في البرنامج بصفه عامه. البرنامج كله بيأسس وبيغرس حاجات جدا في الابن من هو صغير عشان يوصل سن المراهقه وسن اللي بعد المراهقه بصفه عامه. بتشوفوا ولادكم على بستان الحياه في احلى الاماكن بصفه عامه عشان اتعاملتوا معاه كويس، كلمتوه كويس، ربيتوه كويس، فهمتوه كويس ايه الصح وايه الغلط، فهمتوه كويس ايه الحلال وايه الحرام، فهمتوه كويس اداب الاداب والاخلاق، فهمتوه كويس جدا انت يعمل الحاجه دي وانت ما يعملش الحاجه ديت، وفهمتوه كويس ازاي يعتمد على نفسه. ده بصفه عامه البرنامج بيلخص حاجات كتير جدا ونقط كتير جدا يمكن ديت اللي احنا بنتكلم فيها عشان نوصل لمرحله مع اولادنا في نوع التفاهم ونوع من المشاركه بين بعضنا. المشكلات التواصل بصفه عامه دايما بتبقى اول حاجه اللي انا شايفه بصفه عامه، ويمكن اغلب المشاكل كانت على اساسها ان اساسا الاب والام ما عندهمش وقت اساسا لاولادهم. يعني دايما بيشتكوا ان اولادهم بيعمل كذا وسلوكه كذا وحب بنت كذا وعمل كذا والبنت عملت كذا من عن طريق النت. فكل المشاكل دي كلها واغلب الحاجات اللي كانت بتجيلي يعني بصراحه لقيت الموضوع اساسا ان في البيت الاب والام مش فاضيين. يعني دايما هم وراهم شغل، فدايما وراهم سفر، دايما وراهم مش موجودين، حتى لو موجودين في البيت وجودهم زي ما بيقول قلتهم، لان هم ما فيش تكلم معاهم غير ان هو مثلا ازيك عامل ايه اكل وشرب وشكرا على كده، وكذلك اليوم بيعدي ورا يوم بنفس الاسلوب ده، ما فيش حتى نوع من النقاش او نوع من الحوار. تاني نقطة يمكن بقول برضو ان ما فيش حتى ذات نفسه الابن بيسمع لابوه، الابن ما بيسمعش لابوه فما بيستجيبش، ان ما بيعملش الحاجات المفروض مثلا ان المفروض يعملها عشان مثلا عارف ان ده غلط او ده مش غلط، المفروض يبقى عارف كويس جدا الحاجات دي. فهو الابن ما بيسمعش ابوه كل الحاجات اللي المفروض يقولها. ليه؟ لان زي ما قلت التواصل يعني معدوم بصفه عامه او مش موجود، فبالتالي بيؤدي ان بيستمر في اللي هو بيعمله دوت. دايما الاولاد بتيجي مثلا الاب بيوجه له مثلا انتقاد او يشتمه في موقف معين، فدايما الابن يهز راسه مثلا ماشي ماشي ماشي، طبعا بالمقابل الناحيه الثانيه ان بيحصل عناد اكتر وبيحصل تكرار لنفس اللي هو عمله. تالت نقطة برضه من مشكلات التواصل إن الأبناء بصفة عامة ما بيقولوش كل اللي عندهم لأبوهم وأمهم، وده بيرجع برضه إن الأب والأم ما صاحبش ولاده من هو صغيرين وكبر معاهم. يعني دي برضه بترجع إن في حاجز بينهم، الحاجز ده مش مكسور ودايما بيبقى كبير جدا عشان مش عارفين يتكلموا مع بعض. الأم المفروض تفتح قلبها لبنتها، الأب يفتح ابنه، ومفروض يبقى برضه العكس بصفة عامة عشان يبقى في نوع من ان هو مثلا اي مشكله تواجه ابني او بنتي على طول يبلغ باباه ومامته في كل كبيره وصغيره عشان يعرفوا يتدارجوا الموضوع وممكن يحلوا المشكله لو في مشكله من بدري. طيب دي بالنسبه بصفه عامه ان حاجات معينه كانت في مشكلات التواصل. طيب لما نيجي نقول مثلا علاج الموضوع ده بصفه عامه ازاي ممكن احل المشكلات عدم التواصل، فعاوز احل الموضوع يعني مش عاوز اعقد الموضوع.
الموضوع بصفة عامة، عاوز أوصل لابني ملخ دوت بفكره وكيانه، عاوز أخلي ما بقاش في بينا مشاكل، عاوز ما أخلوش يستمر في المشاكل اللي هو بيعملها ديت. فده هيرجع لطريقة الخطوات اللي ممكن نقول عليها، وبإذن الله يعني أنا عاوز اللي النهاردة موضوع مراهقة، عاوز يعني يبقى معاه كمان محاضرتين اللي قبل كده هي موجودين على أكاديمية الدارين، يعني ممكن تكتبوا بالظبط فن التعامل مع المراهقين أكاديمية الدارين وتلاقوا كل الكلام استضافة أكتر، والموضوع بصفة عامة أنا اتكلمت فيه كتير أوي لمدة 7 ساعات. خلينا نقول أول نقطة ممكن أعالج فيها الموضوع دوت في التواصل بين الأبناء والآباء، إن أول نقطة إن الأب مش طول النهار وطول الليل ما ينشغلش عن ابنه، ولازم يبقى على طول يبقى فيه تواصل مع ابنه. عمل ايه في الامتحان، عملت ايه في المدرسة، دخل مسابقة مثلا علمية بصفة عامة عملت ايه، والاخبار، وانت كمان بتبقى معاه مأهله للمرحلة دي، مسابقة رياضية بصفة عامة، ألف كتاب، فبتشجعه. فكرة انك انت تبقى معاه في كل كبيرة وصغيرة ده بيديله نوع من التحفيز اكتر، وان هو عاوز يظهر حاجات اكتر. فيا ريت تبقى انت على طول بدل ما يبقى انشغالك كأب بالذات، يعني احنا بنتكلم كأب بالذات طول اليوم نهار وليل، يعني تبقى في نوع من انك انت بتتواصل معاه حتى تفهم هو عمل ايه النهارده، يعني او وراه ايه الاسبوع الجاي، وراه مثلا امتحان عملت ايه مثلا، يبقى لقيته مثلا مهموم وعنده مشكله مثلا في المدرسه، فانت يعني عشان شغلك انت وحياتك بصفه عامه كأب فبتنفر لاولادك، لا انا عاوزك لما تشوفه برضه هو قد ايه، يبقى برضه في نفس الوقت ان انت ايه اللي مضايقك، ايه المشكله في المدرسه، في مشكله مع مدرس معين، لازم يبقى في نوع من التواصل. تاني نقطه ان انا دلوقتي مش عاوز ان انا مثلا اخلي ابني مثلا ان انا ما دام اديته كلمتين عامل ايه الاخبار ايه، يبقى كده انا بتواصل مع ابني كده اتكلمت مع ابني، لا انا عاوز يبقى فيه افتح له قلبك خالص وتحكي له مثلا ايام ما كنت انت مثلا مراهقة انت بالنسبه لك كنت بتعمل ايه، احكي له دايما المزايا اللي في شخصيتك اللي هو ممكن يا ابنك ياخده نفس خطواتها عشان يقلدك فيها، احكي له مثلا مواقف معينه ابن الجيران او ابن صاحبك عمل موقف معين وتناقش معاه في التصرف دوت وخد رايه هل هو تصرف صح او غلط، اتناقش معاه مثلا في ان مثلا ازاي ممكن نعالج مشكله معينه ظهرت في البيت مثلا في الحياه الشخصيه، مشكله مثلا بين انا بينك وبيني انا وبين مامتك، بيني مثلا بين اخوك، مشكله مثلا انت واخوك، فحاول تتناقش معاه دي تحقيق الحوار، عشان هو الابن بيبقى الفتره دي او البنت بصفه عامه بتبقى الفتره دي عاوزه نوع من الحوار ده، مش عاوزه نوع من انك انت مثلا بتوفر لها فلوس وخلاص او بتوفر لها الحاجات الاحتياجات اللي هو عاوزها او اللي عايزاه وشكرا على كده، يبقى هو ده اسمه تربيه او ده هو اسمه التواصل، لا هم عاوزين نوع من الحوار وانك تاخد وتدي معاهم، وانك دايما يبقى فيه نوع من الكلام الكتير جدا ونوع من اللي هو الحوار في المواضيع دي. برضه بترجع برضه لما مني كنت بقول على موضوع النت، انا ما بمنعش النت ان حد ما يستخدمش النت، كل الناس تستخدم سيستم المراهقه يمكن اصغر من كده بالذات كمان، بس يبقى في توجيه باستمرار من الاب والام المواقع الوحشه عباره عن ايه، المواقع المفروض ما نخش عليها، لما نشوف صوره زي دي طالعه لي في صفحه الفيس او كده ما نخش عليها، في حاجات معينه لازم تبقوا فاهمينها، ان في ناس بتطلب ايميلك على تليفونك على الايميل، فما تديش تليفونه عشان ابعاد وحشه جدا ممكن يستغل التليفون بصوره ثانيه. يبقى الفكره كلها انا ما دام انا استوعبت الحاجات كتير جدا معلومات زي دي بحاول اوصلها لاولادي باسلوب كويس واسلوب شرعي. يمكن الاجيال اللي قبل كده اللي هو جيل ابويا ووالدتي ومامتي ويمكن كل الكبار ما كانش عندهم الفكر دوت او الوعي دوت، هنقول كل الجيل ده بيبقى اكيد اكيد او ابوه وامه عندهم علم كبير جدا بالانترنت والتكنولوجيا بصفه عامه، فاعتقد ان هو ممكن يوصلوا لهم بصوره سلسه وسهله بحيث ان هم يبقى دايما متواصلين معاهم وفاهمين كل حاجه هم بيعملوا ايه وما بيعملوش ايه. خلينا نقول برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن تنشأ التواصل، انا عاوز ان كل فتره مع ابن مراهق وبنت مراهق ان انا اخرج معاهم كل فتره، ما احاولش انفض ليهم
خالص. يعني انا عاوز موضوع الخروجه ديت تفتح نوع من الراحه النفسيه اكتر، من انا قريب جدا من ابني وقريب جدا من بنتي، فبتخلي الموضوع بدل ما كنا الموضوع على طول في البيت ويبقى في الروتين نفس كل اللي بيتعمل كل يوم، لا في نوع من ان احنا خرجنا بره البيت وممكن نتناقش برضه في مواضيع مختلفه بره البيت، ويمكن نوع نهزر ونضحك ونقعد نتكلم، ممكن نتعشى عشوه بره حلوه. فده نوع برضه بيخلي يتواصل الابن والبنت بالذات مع الام ومع الاب، بحيث ان هو بيبقى عاوز ممكن الكلمتين زي ما بيقول مش عارف يقولهم في البيت، بره البيت يبقى يقولهم براحته، ويبقى عاوز مثلا يقول حاجات اكتر من كده. من ضمن الحاجات اللي ممكن اتواصل فيها مع ابني ان برضه ان انا ما اقعدش انقد، يعني يبقى في انتقاد دايما لابني وانا يمكن بمارس سلوك خاطئ. يعني انا كأب وام اغلب الشكاوي اللي كانت بتجيلي ان الابن عصبي وابني بيعمل كذا وعدواني ومش عارف ايه، ودايما بيضرب اخته، دايما حاجات كده يعني. فببص في البيت لما باجي اتناقش في كذا سؤال بوجهه للاب والام، بلاقي ان الموضوع طبعا فيه عصبيه بصفه عامه في البيت عند الاب والام، فبيمارسوا الموضوع ده على طول باستمرار، فبالتالي الابن بيسلك نفس السلوك وبيمشي بنفس الخط دوت ان هو عاوز يعمل تاني وتالت ورابع. من النقط برضه اللي ممكن نكمل فيها برضه في موضوع التواصل، ان انا دلوقتي ان انا اخلي ابني يبقى فيه نوع ان انا بتكلم معاه ما بقطعوش. انا اغلب اولياء الامور او اغلب الاب والام الابهات والامهات انه مثلا ما بيخليش فيه نوع من ان الابن ياخد راحته في الكلام، وانه ممكن يبقى عليه راي في نفس الوقت ممكن يكمل رايه لغايه الاخر. لا احنا اغلبنا ان هو ما يسمعش كلمه لغايه الاخر او جمله لغايه الاخر، فبيقطع قط الكلام اللي هو عاوز يقوله، ودي مشكله جدا بيخلي الموضوع يبقى عنده بعد الابن نفسه عنده بعد نفسي، وبيبقى بيتضايق جدا ان مفيش فرصه في التعبير عن رايه وفرصه انه يدي رايه لابوه وامه. فانا عاوز على طول باستمرار يبقى في نوع ان خد وهات، وببقى اخليه مثلا اسمع منه كلام كويس جدا، واحاول ان انا اتناقش معاه في نفس الكلام اللي بيقوله دوت، ما اقطعش عليه الحديث او ما اقطعش عليه الكلام، بحيث ان انا عاوز اسمع رايه لغايه الاخر او اسمع وجهه نظره لغايه الاخر. ويمكن موضوع الانصات ده اتكلمنا فيه باستضافه برضه في محاضرات قبل كده، عاوزكم ترجعوا للمحاضرات دي برضه عشان يبقى فيه تواصل في الموضوع ده بصفه عامه، عشان تستفادوا منه على قد قدر المستطاع. في كلام كتير جدا وافكار كتير جدا، فيمكن الموضوع ده هيفيدكم لما تعملوا كونتينيو الموضوع اللي احنا المحاضره اللي قبل كده. وباذن الله يكون ولادكم كلهم ما عندكمش مشاكل مع ولادكم باذن الله، بشويه النقط دول مع المحاضرات اللي قبل كده تسمعوها بانصات كويس جدا. فيا رب تلاقوا باذن الله ولادكم في احلى حاجه في الدنيا، ويا رب اشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.